السلام عليكم وصحفتكم جميعا. كما وعدتكم مرحبا بكم في القناة تاعي. كما وعدتكم قلت لكم انا راح نبدا ان شاء الله في ليسون بابي. الور انا راح نبدا ان شاء الله في ليسون بابي وندير لهم دي فيديو ان شاء الله اللي ينفعوهم ويكونوا ان شاء الله بحول الله بمثابة نور لهم، وخاصة اللي راهم هنا في فرنسا. وكما راني درت قلت لكم درت دورة بو بارتو، درت في مارساي، درت في باريس، درت في ليون، وجبدوني بزاف يعني بكل احترام لجميع الجالية الجزائرية هنا بفرنسا. مارساي ما نقولكمش الله غالب جبدتني، جي جامي تي ا مارساي بور لا بروميير فوا، وعجبني الحال فيها بزاف، عجبني الحال فيها بزاف. واش نقولكم يا خوتي، حسيت روحي راني في بلادي، ما حسيتش روحي راني في الغربة. والناس تاعها كرماء كرماء لدرجة ما تصوروش، باللي عنده دراهم باللي ما عندوش، باللي زوالي باللي قاع كرماء، يستقبلوا بيك ويفرحوا بيك. فريمون فريمون يعني تحياتي تحياتي لناس مارساي. نقولوا ماشي ناس مارساي، نقولوا لي زالجيريان والعرب اللي راهم في مارساي ولاد بلادي كما نقولوا. نعطيهم تحية خالصة والله، غير نحبكم في الله كما يقولوا. فريمون ابهرتوني الاستقبال اللي تلاقيته، الاستقبال اللي تلاقيته في مارساي ما تلاقيتوش في نوتر ديبارتمون. ما استقبلونيش ناس بحرارة وكما يقولوا، الى درجة اني وليت مرة واحدة اخرى رحت مارساي استقبلت وخدمت وحكمت دواسة وتفاهمت معاهم وتلاقيت ناس وشفت ناس من الكرم تاعهم جبدوني مرة واحدة اخرى ورحت لعندهم. والله العظيم يعني اللي يحب يقول هضروا واش تحبوا، انا مارساي سي لا ميور بور ما. سمحوا لي باري مهما تكون يعني يقولوا باري عاصمة الملائكة ولا كيف يقولوا الملائكة ولا كيف يقولوها، يسمحوا لي مارساي تبقى مارساي ما كاش منها. سمحوا لي مانيش راني نقول لكم اصحاب الجزائريين اللي راهم في باري بلي راكم غلطوا كي خيرتوا باري، ولا نقول اصحاب ليون ولا اي منطقة في مناطق الوطن الفرنسي اللي راهم جزائريين، تحية طيبة مني اليهم. الدليل راهم يتبعوا فيا ويعيطوا لي ويسقسوني ونشرح لهم ونوضح لهم. ولكن مارساي جبتني لا غالب، ناسها طيبين لدرجة ما تصوروهاش، ويرحبوا بواحد كي يجيهم على برا يرحبوا به. والله ما خلوني في حاجة، ما خلوني لا في قهاوي لا في فطور، ورمضان تشوف كيف قايمين بيا ويدوروا بيا في مارساي. يعني تحياتي تحياتي. اسمحوا لي ناخذ 2 مينوت على فيديو، ولكن نعاود نقولها ناس مارساي وحدهم ما شاء الله، نعم الرجال ونعمة يعني الاخر، هذه هي الحقيقة والشهادة لله. الشهادة لله تقال والله غالب. انا نقول لكم صراحة، ما نقول لكمش بلي صحاب باري ولا فيكم لعب، لا 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 حاشا لله، وانما جيتي اتيري بار مارساي نون سولمون المنطقة، تقول راني في البلاد في البحر باسكو انا ابن الساحل كما يقولوا. وناسها ثاني حسيت كاين حاجة جديدة فيها، كاين حاجة تتعدى الحدود فيهم، الكرم تاعهم تحس روحك راك في البلاد صح. تحياتي الخالصة لهم. وبهذه المناسبة بويسك تلاقيت معهم وناقشت بزاف الأمور معهم، باسكو الدورة الثانية اللي رحت لها مارساي كي رحت لها دوزيام فوا سيتي با بور لو ترافاي نو، وإنما حبيت نسمع للناس، حبيت نسمع المشاكل تاعهم، حبيت نسمع نقاط الضعف تاعهم، حبيت نسمع وين راهم حاصلين باه نقدر ندير دي فيديو اللي ينفعوهم وينفعوهم ان شاء الله بحول الله. وسوجي لو برومي سوجي اللي نهضر عليه، لأغلبية تاع الجزائريين اللي تلاقيت معاهم لي سون بابي جو بار سون بابي، الحاجة الأولى يروح يدير ليكزيل لازيل، لازيل بوليتيك ولا يدير لازيل باسكو كاين دو دوك نفهموهم في لا فيديو هذه، يدير لازيل. يعني أغلبية تاع الجزائريين يديروا لازيل، ولكن لازم تعرفوا يا خوتي الجزائريين لازيل الناس تقريبا يستعملوا لازيل ليس لانهم راحين يديوا لازيل ويكون عندهم كارت سجون، لا على بالهم كاع باللي الرفض سيكون حتما، على بالهم كاع لي زالجيريان سمعتهم على بالهم باللي راحين يديوا الرفض بدون اي نقاش، يعني للاسف الشديد على بالهم باللي الرفض. وانما مساكن لي زالجيريان حبوا يربحوا وقت، قول لك انا في 9 شهور باسكو تقريبا لازيل يحكم 9 شهور، قلت في 9 شهور على الاقل ميم يحكموني ما يرجعونيش للبلاد، نفس الوقت في 9 شهور نربح الوقت ندخل فرنسا عندي نعرف لو تيران نعرف الناس
نعرف وين نخدم، نعرف وين ندور، في نفس الوقت محمي. يعني حتى إذا كان لقاو ما يقدروا يديروا والو، لأنه الطلب لاجي وعطاو له الوثيقة هذيك لاتيستاسيون دازي هذيك تاع لا دوموند، دونك ما يقدروش يرجعوا للبلاد. في هذه المرحلة تاع العام اللي يبدا ينشنش ويحوس على عمل، يحوس على كيفاه يسجد الوضعية تاعو القانونية. ولكن معظم الجزائريين يستعملوا لازي، وكي لحق 9 شهور يعطيو لهم الرفض، يجي مع الكيت يعاود يدير ركور ويروح العدالة. نفس الشيء الهدف تاعو انه يربح الوقت، الوقت هذاك اللي يربحه باه يقدر يقضي صلاحه وموراته. ولكن لازم تعرفوا يا خاوتي باللي لازيل هذا تقدروا تستعملوه كنقطة، عنده ثغرات لازم تعرفوهم وتعرفوا كيفاه تشتغلوا فيهم وتجليوا كوارتكم. يعني حتى وإذا كان الهدف هو ربح الوقت، ولكن هناك هدف آخر وإنك تريلي كوارتك. ولهذاك في هذا الفيديو إن شاء الله أنا راح نطول فيها، ولكن أنا راح نوضحها لكم. نبداوها بالمقدمة كيف يبدأ وكيف تستعملوا لازي، بعد ما هي الثغرات اللي لازم تقدموهم، وما هي الحيل اللي لازم تدوروا من لازي كما يقولوا لازي لو هنا لازي لو هنا، انت تدور له هكا به توصل الى نتيجة تكون قريبة من الهدف. والقناة تاعي الهدف تاعها انها تنور قلوب وفكر الجزائريين بفرنسا به يقدروا يتوصلوا الى نتائج يكونوا نتائج إيجابية. دونك نبداو يا خوتي وتبعوا معايا وتبعوا معايا وفهموني وش المقصود. وراكم تعرفوني ما نهضرش هكا على الهواء، وإنما قبل ما ندير اون فيديو، قبل ما نمد معلومة، لازم تكون معلومة حقيقية، وما كاين حتى واحد يقدر كيما يقولوا يجيني بالكونترار. انا موالف هكذا نخدم، كي نمد معلومه ندير ان فيديو لازم تكون اون فري انفورماسيون، معلومه حقيقيه. ما كانش لا محامي لا مستشار لا اي انسان يقدر يواجهني في مناظره اذا كان درت فيديو. لا غالبا انا قبل ما ندير لا فيديو هذه حتى نتاكد 100% من نجاح تاع اي ثغره في القانون. اذا كان ما تاكدش من النجاح ما نديرش، ما نقربش. لا غالبا هكذا انا معروف وانتم ما كنتم تعرفوني هكذا. دونك تبعوا معايا، تبعوا معايا وفهموا المقصود. لازم تفهموا معايا المقصود باه توصلوا النتيجة يا خوتي. دونك الحاجة الأولى اللي نبداو بها هي أنواع تاع لازيل هذه. بالعربية كلها على ما أظن، على ما أظن اللجوء، اللجوء بالعربية فوالا اللجوء. هناك نوعين، بون أنا ما نقدرش نشرح بالتفصيل انواع اللجوءات هذو، اللجوء هذا شعل اللجوء. المهم نعطيكم الاساس، هو المهم انكم تفهموا الاساس. هو كاين نوعين، لازيل تيريتوريال لازيل بوليتيك، اون دو اتر داكور سور سا، هما الاهم من ذلك. يعني اللجوء بيان لازيل منقسم الى قسمين. انا نقول لكم الاساس، مانيش راح نطول في كيما نقول في لي ديتاي. دونك كاين اللجوء شكون نابل لازيل بوليتيك، لازيل تيريتوريال. في كلا الحالتين الجزائري حتى وان قام بوضع كما يقولوا ملف لازيل بوليتيك ولا لازيل تيريتوريال، في كلا الحالتين الرفض باين باين، يعطيو له الرفض يعطيو له الرفض، وانما الهدف هو ربح الوقت تو سامبلومون. اما شيء ثاني لازم تعرفوه هو الشيء الاساسي هو تاريخ اصدار هذا القرار، قرارات تاع اللجوء وقت بداو يخدموا فيهم. هي عباره يبداو يخدموا فيهم هي بالاساس، يعني على حسب المعلومات تاعي 1950 لا بالتحديد لو ستاتي دان ريفوجي يقول لك اونكادري بار ان تكست سي لي تي اونكادري بار ان تكست انترناسيونال و 1951 بالتحديد. مليح انت كجزائري حتى وان ما كنتش كيما يقولوا قاري ما قريتش القوانين وراك في لازيل، مليح يكون عندك معلومه بلي لازيل هذا داروا في سويت ان تاكس انترناسيونال في 1951 على ما اظن. فوالا. ثم لازم تعرف حاجه ثانيه هي اساسيه ايضا، هو انه كاين ان ارتيكل اللي تندار في لا كونفونسيون
في جنيف، اون كونفونسيون في جنيف، ويقولوا له لارتيكل 1 ا 2 هو لارتيكل 1 بعد لا ا ابري 2 ارتيكل 1 ا 2 لا كونفونسيون دو جنيف هي اللي حددت وهي اللي وسعت مجال ما هي اللي عطت لي زارتيكل اللي فصلت التفصيل الكامل حول قضيه لازيل المعمول بها عالميا وليس فقط على مستوى فرنسا وعده دول اللي شاركوا في هذه الاتفاقيه العالميه. دونك هذو هما الاساس اللي لازم تعرفوهم كبدايه. ومن بعد دونك انا مانيش راح نقول لكم كيف راكم رايحين ديروا لازيل، قال تروح لا بلاتفورم ديبوزي، ومن بعد يعطيوك ان رونديفو باه تروح لا بريفيكتور باه ديبوزي في لا بريفيكتور، ويعطيوك مده معينه باه تبعث الدوسي تاعك الى مدينه باريس. شيء هذا انا ما نقدرش نهضر عليه، لان اي انسان حتى وان ما درتلوش لا فيديو ما على بالوش بهذه التفاصيل يقدر مباشره يسقسي اي جزائري يسقسي خوه يقولوا ديريكت كيفاه يدير لازيل. يا ابسط شيء هنا في لا بروسيدور تاع لازيل، تحب دير لازيل يبعثوك ديريكت لا بلاتفورم، تروح لا بلاتفورم هذه سو فورم دي اسوسياسيون هي اللي تحكم لك رونديفو مع لا بريفيكتور، تروح لا بريفيكتور يعطيوك ان دوسي ان روبلير ومن بعد انت تبعثو ان سيت سويت ابري يسجلوك يبعثوا لك شهاده التسجيل باللي فوزيت اونريجستري في لا بروسيدور تاع دوموند دازيل. ومن بعد يقول لك ان ريفيجي ولا ان دوموندور دازيل، هنا يختلف. ان دوموندور دازيل معناتها عباره عن شخص قام بطلب اللجوء وهو مسجل في مسجل وعنده قضيه في اطار الدراسه لاجل اخذ قرار اما يعطيه لازيل ولا ما يعطيهوش. مي ان ريفوجي، ان ريفوجي لو ريفوجي هذا هو كيف يدير عطاولو ان افي فافورابل، عطاولو افي فافورابل، وللجزائريين تقريبا 99% الرفض ما عدا بعض الاشخاص اللي يعطيولهم. ولذلك نقولوا بان اكدو باللي الهدف من لازيل هذا هو ربح الوقت. دونك شي هذا لا بروسيدور كيفاه ديبوزي كيفاه هذا ما يهمنيش ما نهضرش عليه، انا نسمع المشكل نعطيك الحل، ما نحوش نعطيك حل، نعطيك ثغره كيفاه تقدر تخدم باش تسلك راسك. دونك بان نحكي لك كيفاه دير لا بروسيدور تروح للانترنت يدير يقولوا لك كيفاه دير لا بروسيدور، مي كيفاه تتوغل كيفاه تلعب في هذه لا بروسيدور ما يقولوها لكش. دونك لازم يكون واحد خبير ويعرف في قوانين اللي يقدر يعطيك معلومات. دونك واش نقول لكم انت، انا الاساس من هذا الفيديو نعطيك معلومه، الاساس هو انك دوموندي لازيل وعندك مده معينه ويعيطوا لك من باري باه دير لونتروتيان، تروح تمد لهم تدي المعلومات تدي الادله تاعك وتحطهم باه تطلب اللجوء. من بعد كاين اوفيسي تاعهم، ان اوفيسي يجي يسمعك، في اذا كان حاله ما اذا كان ماكش تهضر اللغه العربيه الفرنسيه من حقك تطلب مترجم، يجيبوا لك مترجم انت تهضر له وهذاك المترجم يشرح واش الاشكال تاعك ولا واش الطلب تاعك ولا واش المشكل تاعك. ومن بعد يقولوا لك وي سي بون تقدر تروح مده معينه شهرين حتى 5 اشهر يبعثوا لك قرار يا اما الرفض يا اما القبول. قلت لكم بولي زالجيريان باينة باللي الرفض. دونك هنا اللي لازم هنا وصلنا الى الجزء الثاني واتمنى انكم فهمتوا المقصود من الشيء هذا. وهنا السؤال مطروح، تقولوا لي بويسك حنا نديروا 9 شهور ومن بعد يعطيونا الرفض، كي يعطيك الرفض يعطيك الكيت. لازم علي سمحوا لي باسكو بزاف اللي راهم يعيطوا لي على هذه راني نكوبي باسكو شاك فوا جو اوبليجي دو ريبوند. دونك هذا هو المعمول به، تربح 9 شهور يعطيوك الرفض مع الكيت، تروح لا جوستيس تطعن، تربح 3 شهور واحد اخرين تعاود تطعن تعاود تطعن فيها اجراءات و مع فوزالي دوموندي ان افوكا دون كادر لي جوريديكسيونيل يعطيولك انت راك تطعن وتتبع وراك تربح في الوقت وهي ماشيه. ولكن وراه لب الموضوع هنا علاه درت لا فيديو هذه، واش الفائده واش حاجه جديده اللي جبتها لكم، واش المعلومه اللي حبيت نقدمها لكم. حبيت نقدم لكم معلومه لانه اي انسان اي جزائري اي مغربي اي تونسي يطلب طلب اللجوء عنده 9 شهور كي يلحق 9 شهور من حقه يطلب لوتوريزاسيون ترافاي.
من حقه يطلب لوتوريزاسيون 9 شهور فما فوق، ومن حقه ايضا يطلب تصريح باه يدير تكوين فورماسيون بروفيسيونيل باه نتاكدوا من الشهاده. اروحوا معايا نعطي لكم السيت هذا تاع ليكزيل بوليتيك قبل، من بعد نهضروا على كيفاش تستعملوا هذه النقطتين كنقطه كما نقولوا دفاعيه. دونك شفوا كي تلحق 9 شهور من حقك تطلب اوتوريزاسيون دو ترافاي 9 شهور فما فوق، ونفس الوقت عندك حق تطلب هي قبل ما تلحق 9 شهور من حقك تروح تدير اي تكوين حق شرعي بدون تصريح، ولكن كي تلحق 9 شهور تقدر تطلب تصريح باه يعطيوك لوتوريزاسيون لا ديريكت باه تروح دير تكوين. في الحاله هذه بول امبلوا هي اللي تخلص لك لا فورماسيون، اما اذا كان حبيت تخلصها وحدك تقدر دير لا فورماسيون قبل ما تلحق 9 شهور. ولكن في هذه النقطتين اساسيتان لا عرفتوا تستعملوهم كوم راح نديروا كوارتكم. كيفاه؟ نتاكدوا في السيت هذا من هذه المعلومه تاعي، ومن بعد نهضروا طريقه اللي ديروها. دونك اذا كان جينا لهذا السيت هذا تاعهم تاع اللي يقول لك يهضر بوكو بلوس على لي دوموندور دازيل، هنا كما راكم تشوفوا دي كيستيون دي ريبونس على الاسئله تاعكم، وانا حبيت نحوس على العمل هذه دي كيستيون دوموند دازيل اسكو كو جو بو فير دوموند دازيل دوبوي ان بي دوريجين. اسئله هذو كاع اسئله، وتلقاو اسفل هذا الفيديو ان شاء الله تلقاو الرابط لهذا الموقع اللي تقدروا تاكدوا من المعلومات. هنا يقول لك سونتي كما راكم تشوفوا سونتي اسكو، هنا قال لك جو سوي دوموندور دازيل اسكو جو بو مو فير سواني غراتويتمون. تضغط على هذا الموقع على هذا الرابط يعطيك سؤال، يعطيك الجواب لهذا السؤال. وحنا هنا حنا نحوسوا بوكو بلوس العمل فوالا فورماسيون اي امبلوا. قلت لك جو سوي دوموندور دازيل اسكو جو بو ترافاي، نضغطوا على هذا هو الشيء راه يهضر معنا. دوك نشوفوا هذه تعليمات هذا السيت تاع الدوله الفرنسيه اللي عطاتنا. قال لك اون طون كو دوموندور دازيل فو نافي با اوتوماتيكمون لو دروا دو ترافاي، تسمى ماشي حتميا ماشي حقك ماشي حقك، ولكن ديرون لي برومي موا. قال هنا بيان قال لك لي برومي موا ما عندكش اي حق تخدم. دونك كي فون سويت فوتر دوموند دازيت، ما الاشهر اللي جات من بعد الطلب، فو بوفي دوموند اون اوتوريزاسيون دو ترافاي سالاري 9 موا ابري لو ديبي دو فوتر دوموند دازيل. دونك اللي قال لكم ما عندكمش لو دروا تطلبوا، باسكو انا سمعت الناس قالوا هما ولدي حنا ميم نوموندي وما يعطيوناش. هاو ليكم يا خوتي الدليل، انا كي نهضر قلت لكم نهضر بالدليل بالقانون، ما نهضرش هكذا بالفنبر. هذا سي لو سيت اوفيسيال، وندير لكم الرابط اسفل هذا الفيديو باه تقدروا تطلعوا ايضا. ما نشرح نبخ لكم اوكونترير، انا درت لا فيديو باه نعطيكم لوفبيرا نا با ستاتوي سور فوتر دوموند دازيل دون ان ديلي دو 9 موا. يعني لوفبيرا هذه اللي راهي جات في باريس هي اللي تقرر اسكو يعطيوك ولا ما يعطيوكش، هي راه قالت لك اذا كان ما خذاتش قرار قبل من 9 اشهر سويفون لو ريجسترمون دو فوتر دوموند دازيل اي بور دي ريزون انديبوندون دو فوتر فولونتي لا سيتياسيون دو لومبلوا اي بوسيبل، ممكن اذا كان لوفبيرا هذه ما خذاتش قرار قبل من 9 شهور يعني في هذه الحاله يمكنك طلب العمل. ثاني شيء بعد تقدروا شنو يقول لك لازم تجيب اوتوريزاسيون لا ديريكت، هذه هي لا ديريكت داكور ou la directe معناتها direction régionale des entreprises de la concurrence du travail et de l'emploi. تفهمنا لحد الساعة. بعد ثاني النقطة الثانية هي vous êtes autorisé à vous inscrire à tout type de formation professionnelle. راك حر. Sachez qu'avant délai de 9 mois, suivant l'enregistrement de votre demande, vous ferez plutôt des stages d'observation. La formation qualifiante n'est possible qu'après le délai de 9 mois. Hatta la formation qualifiante, c'est-à-dire, lazem ba'd 9 ashhor fama fawq. Donc, عندكم هنا نقطتين اساسيتين، العمل يمكنك العمل ما بعد 9 شهور، ولا فورماسيون تقدر ديرها قبل 9 شهور باموالك الخاصه، واذا كان يعني فورماسيون كاليفيون لازم ديرها في 9 شهور فما فوق. تسمع لحد الساعه رانا وصلنا الى نقطتين. انا معروف وحاشا لله كما يقولوا اعوذ بالله من كلمه انا، ما كانش نقطه الا ونحوس لها على ثغره،
ما كانش نقطة، ما كانش قانون، ما كانش ان ارتيك الا ولازم نخبطو بثغرة نقالو حل كيف نفوتلو. هذا الشيء درسته ولقيت له ثغرة بكل بساطة، وهو انك الاوبرا هذه اذا كان ما خدتش قرار 9 شهور، انت اذا كان ديبوزيت ان دوسي وطلبت لجوء واكسيليراو لك في لا بروسيدور ما لحقوش 9 شهور، في الحاله هذه ما عندكش لو دروا تطلب باسكو لا ديسيزيون تجيك افون 9 موا. ولكن اذا كان لوبيرا لا بروسيدور كانت عاديه ني با اكسيليري، في الحاله هذه تقدر تلحق 9 شهور كيما تلحق 12 شهر كيما تلحق 14 شهر. نوليو الشيء هذا، نبداو بشيء واحد اخر اللي هو لي دو بروسيدور لا فاسون، باسكو كي تطلب لازي عندك لازي عندك دو سيستيم دو بروسيدور. يا اما يديروا كيم بروسيدور اكسيليري هذه ما تفيدكش بزاف، ويما يديروها لك ان بروسيدور سامبل كيما يقولوا نورمال بلو نورمال دي موند. في هذه الحاله هذه تقدر تفيدك بزاف بزاف. واش الحالتين اللي وقتها يديروها لك ان بروسيدور سامبل وقتها يديروها لك ان بروسيدور اكسيليري؟ يديروا لك ان بروسيدور سامبل اذا كان الفيزا تاعك كي دخلت فرنسا والفيزا تاعك ماهيش محروقه بقاو لها شي ايام تبا يموت وانت طلبت لازيل، في هذه الحاله يديروا لك سامبل بروسيدور. فاذا كان الفيزا تاعك تحرقت وعندها اكثر من 3 شهور من اللي محروقه يديروا لك بروسيدور اكسيليري. دونك اللي شاف روحو حبي يدير يدخل في الدومين تاع لازيل وحبي يحاول من باب اللجوء، ما عليه انه يطلب اللجوء قبل ما تموت له الفيزا. هذا هو النصيحه تاعي. نوليو للب الموضوع اللي هو 9 شهور. انت اذا كانت لا بروسيدور تاعك نورمال كي ديبوزي في لا بريفيكتور، تبعث الملف تاعك لوفبيرا هذه في باري، يبعثوا لك بور لونترتيان، يبعثوا لك في مده 5 شهور 6 شهور 7 شهور، كاين في بعض الاحيان 5 شهور. قبل ما يبعثوا لك، قبل لازم نهار ديبوزي دوسي تبعث لهم ملف، تروح تشوف كاشي ميدسان، تشوف كاشي ميدسان، هذه نقولها لك، تشوف كاشي ميدسان وداوي عنده في مرض، تشوف مرض اذا كان ما لقيتش ماكش مريض صحيح خلق. انا نقول لك انت دبر راسك على كل حال، خلق مرض خلق مرضي. لجو اللي بعثوا لك ان كونفوكاسيون باه تروح لا ديريكت، تروح عند الميت تحكي من رونديفو لو ميم جور، انت قال تيل دات عندك قال 25 عندك ان رونديفو في باري على جال ليكزيل هذا، انت تحكي من رونديفو عند الطبيب تاعك لو 25 قبل ما تراتي رونديفو تاع باري، تبعث رسالة إلى باري وتقول لهم يا ولدي جو سوي مالاد، جو سوي فريمون تري تري مالاد، لو جور مون اونترتيان مون ميدسان ما كيما نقولو عطاني ان رونديفو، دونك جو بو با فونير باسكو جو سوي مالاد، جو سوي فريمون مالاد، جو سوليسيت مو بروغرامي، جو سوليسيت اون اوتر بروغراماسيون، دوزيام بروغراماسيون. لو جور ميم تروح عند الطبيب تاعك وداوي عنده يدير لك السيرتيفيكا بلي راك مريض حقيقة، وتزيد لهم اون دوزيام لاتر تقول لهم جي با جوستيفيكا جوستيفيكاتيف، قال من تيل دات جيتي فريمون مالاد، رحت عند الطبيب عطاني دواء جيتي مالاد، دونك اجوردوي جو دوموند دو بروغرامي اون دوزيام اونترتيان. في الحالة هذه يبروغرامي لك ان دوزيام اونترتيان اللي فيها شهر ولا شهرين من بعد، دونك راك ربحت شهرين ولا شهر، دونك القرار راه راح يتعدى ومن بعد هما كي يديروا لك لونترتيان. اذا كان جبت دليل بلي راك مريض يقبلوا لك دليل ما روحش باسكو عندك، اذا كان ما جبتهمش دليل او يبعثوا لك ديفافورا مباشره عندك، تسمى في الحاله هذه راك خسرت الوقت هذا. دونك قبل ما تروح لونترتيان، قبل ما دير حسابك، قبل ما يبعثوا لك لونترتيان لازم تكون وجدت ان دوسي ان بوتي دوسي تاع واحد مريض باه تروطاردي وتطلب ان دوزيام رونديفو على اساس انك مريض والدليل بالوثائق. اذا كان عندك دليل يعطيولك لا اشكال، يعطيوك ان دوزيام رونديفو. في الحاله هذه راك ربحت شهرين. دونك يلحق 9 موا، يلحق 9 موا القرار ما يكونش جا في الحاله هذه. اذا كان ربحت الوقت ما يكونش جا، من حقك تطلب لوتوريزاسيون دو ترافاي، من حقك تطلب ان اوتوريزاسيون دو ترافاي. ولكن كي بعثوا لك من باري لوبيرا هذه باه تروح دير لونترتيان،
لازم تكون تفاهم مع واحد المعلم تاعك اللي راك تخدم عنده انوار، باسكو لا بليبار دي سون بابي تاعنا راهم يخدموا انوار مساكن. مي كاين دي باترون اللي يحبوا يعاونوهم حقيقه، واش تقول له؟ قول له ماذا بك انا حبيت نطلب اون اوتوريزاسيون ترافاي، ماذا بك تسجل في بول امبلوا. لازم صاحب العمل قبل ما يلحقوا 9 شهور يكون راح دار ان دوسي ويعطي له اتيستاسيون دو بول امبلوا. لو كان ما يكونش المعلم تاعك عنده اون اتيستاسيون بلي راح تطلب خدام اوفر دومبلوا، في الحاله هذه انت تجيك صعيبه، تاك راح تخسر وقت. دونك قبل ما يلحقوا 9 شهور لو باترون تاعك بعد يكون ديجا عنده اون اتيستاسيون دوفر بول امبلوا. هي بول امبلوا احسن من نوتر اورجانيزم، سي بلوز امبورطون. هنا في فرنسا صح كاين منافسين بول امبلوا، مي انا شخصيا بول امبلوا يؤخذ بعين الاعتبار بصفته جهاز حكومي كما يقولوا. دونك قبل ما تلحق 9 شهور لو باترون تاعك لازم يكون ديجا عنده اون اتيستاسيون بول امبلوا. انت كي تلحق 9 شهور تقدم طلب العمل، طلب تصريح باللي 9 شهور انا ما قدرش نوفي بالامكانيه تاعي، ما يوفيونيش، ما قدرش نعيش. وهذاك لو باترون يدير لك بروميس دومبوش، لا بروميس دومبوش مع لاتيستاسيون بول امبلوا يعطيوك لوتوريزاسيون بلا مزيتهم. اما اذا كان حق 9 شهور ودار لك لو باترون بول لوتو سكون ابل لا بروميس دو ترافاي، هما يعيطوا له يقولوا لا ديريكت عيط له تقول له انت راك درت له بروميس دو ترافاي بصح اوترمون فو نافي با في لوفر، ما دومونديتش لوفر. علاه؟ على هاك راح تركوليتي هذا. اور كاين لي فرونسي اللي عندهم ناسيوناليتي وكاين لي كارتي اللي عندهم لي كارتي جو مقيمين ما عندهمش لو ترافاي. دونك قبل ما تلحق كي تلحق لافير تاعك لا بروسيدور 5 شهور، المعلم تاعك ولا الصديق اللي راك تخدم عنده ولا فاميلتك اللي حاب يعاونك لازم تقدم، هو ثاني يتسرع لازم تسرع معاه، لازم يجري معاك يروح يدير اون اتيستاسيون دو بول امبلوا. كي يلحقوا 9 شهور تروح لا بريفيكتور تقدم طلب عمل وتبازي على اساس انك ما عندكش امكانيات، والمعلم ذلك اون بروميس دومبوش ولا المعلم هذا عنده اون اوفر دومبلوا. والعام معلم هذا لازم يكون قانوني، كي يخلص لي زامبو تاعو، كي يكون عنده الكابيس تاعو رجلو، يخلص لي الخدمه تاعو، اللي يخلص لاسيونس تاعو. تسمى هما لا ديريكت تعيط له تطلب له ملف، ملف ماشي محال، ماشي تطلب له محال. اول نقطه تبازي له لاتيستاسيون بول امبلوا، هل درت لوفر دومبلوا؟ اذا كان عنده تسمى 50% راهي فلاتوي كيما نقولوا في الجيب. الدوزيام هو تسقسيه اسكو ريجيستر كوميرس تاعو لي بابي تاعو اجور، ويكون عنده ان جولي سيرتو اذا كان عنده كيما يقولوا مدخول شباب تسمى المؤسسه تاعو تدخل اموال ملاح. في هذه الحاله ما يرفضولكش الطلب. دونك هنا راك ربحت ان كونترا تاع عمل وانت راك في لازيل. تزيد في نفس الوقت اللي نفس الوقت انا نقول لك نفس الوقت اللي انت المعلم تاعك هذا دار لوفر وانت جبت لو سكون ابي لا بروميس دومبوش وديبوزي، تروح تسجل في مدرسه تاعهم، تسجل في سونتر دو فورماسيون. من المستحسن تسجل بالاموال الخاص تاعك، باسكو اذا كان حبيت تسجل ويخلصوا لك بول امبلوا هما تخلص لك لا فورماسيون، في الحاله هذه لازم دير طلب وتستنى واحد شهر ولا شهرين باه يقدروا يعطيوك لوتوريزاسيون دير تكوين. في هذه الحاله راك خاسر، راك يعني اسمحوا لي شويه بـ في الحاله هذه راك خاسر في لافير. بريفيرونس دير انفورماسيون، تشوف انفورماسيون موان شير اللي تخلص بلا عقل كل 3 شهور. انت دير لا فورماسيون شهر قبل ما تلحق الكلا ديسيزيون تاع ريفي تاع ليكيت، باسكو يقول لك ريفي او ميم طون كيتي لو تيريتوار. اذا كان وصلت ودرت لوتوريزاسيون درت لو ترافاي كيما نقولوا جبت ان كونترا باسكو عطاولك لوتوريزاسيون العمل، صافي المعلم تاعك راه سوراك وراك دار لك كواوت وراك بديت تخدم وعندك ان كونترا دو ترافاي. هذه نقطة صحيحة. علاه؟ باسكو في حال كي تلحق لك الرفض، انت الرفض جاي جاي يعني جاي جاي، كي يلحق لك الرفض لازم تبقى عند المعلم هذا. المعلم هذا اللي بروتيجي عنده اون اوتوريزاسيون، في هذه الحالة تبقى تخدم عنده جوست يطلع لك لي فيش باي وتفوت لسمي وتدخل في لا سيركيلير. تدخل في لا سيركيلير، هذه سيركيلير دفاس، هذه اللي راهم تاع اللي يسويو بها المهاجرين غير الشرعيين. تسمى تخرج من لازيل وتدخل راك خدام،
باسكو باه تدخل خدام ثاني. هما كاين امور ندير لكم فيديو سير سا ان شاء الله، ولكن دروك المهم لقيت طريقه كيفاه تولي اسوري، كيفاه نديكلاري. باسكو بور باه ديكلاري الناس راهي تخاف هنا في فرنسا، يديكلاريك واحد وانت ما عندكش كوا يقدروا يديروا لي اموند، تقدر يدخل حبس. مشكل تجيب له اون فوس كارت، ميم اليوم لا دو تروح ديبوزي دوسي، يقول لك انت ديجا ديكلاريت سور لا باز ان ترافيك، ديجا ما يعطيولكش باسكو انت ديجا راك درت خطأ كما يقولوا قانوني. ولكن بهذه لازيل هذه تلحق 9 موا تجيب لوتوريزاسيون دو ترافاي، ديجا راك دخلت في السيستم تاعهم. حتى كيبعثوا لك لو كيت ويبعثوا لك سكون ابل الرفض، خلاص راك خرجت من لازيل ودخلت في الترافاي وراك خدام، عندك لي فيش باي، راك مديكلاري، راك ماسوري، راك اجور، تدخل في لا سيركيلر تاع تسويه الوضعيه على اساس انك خدام. واش يبقى لك؟ ديجا فوت عام في لازيل، يبقى لك تبقى عامين. تجي في العامين هذوك تخدم سيريو، تجي في دي فري فيش باي تخبيهم، تلحقوا عامين، جوستيفي تروح ديبوزي دوسي، المعلم ما يقدروش يحاسبوه باسكو خدمك اللي تي اوتوريزي، وانت ما يقدروش يحاسبوك باسكو ما خدمتش بوثائق مزوره وانما بوثائق قانونيه. يبقى لك الكيت تسمى، هذه من جهه. يبقى لك الكيت، انت اذا كان سجلت انفورماسيون دي تخلصها بجيبك، كي يبعثوا لك لو كيت بطبيعه الحال لازم تتقدم للعداله ودير طعن. كي تقدم العداله ودير تاعهم يقول لك باه نحي لك الكيت، تسمى باه ما يكونفيرميش لا بروميير ديسيزيون، يقول لك وعلاه نحي لك الكيت؟ لازم تجيب له حاجه جديده، علاه نحي لك الكيت؟ تقول لهم باسكو المحامي تاعك اللي راح يجوستيفي، راح عني نطلب الكيت طلب الغاء هذا القرار تاع كيتي لو تيريتوار، لان السيد كي كان في حاله طلب لازيل هذا راه دار انفورماسيون سجل في التكوين، وفي التكوين سونتر دو فورماسيون لازم يدير لك ان كونترا دو فورماسيون بروفيسيونيل، والسيد هذا راه خلص بدراهمو. دونك كيف انتم البارح كان عنده الحق يقرا واليوم ما يقراش، واليوم تقول له رحل ما يقدرش من حقه باسكو بدراهمو خلص لا فورماسيون سو فورم شغل لي سي با ان ستاتي دي تيديون، مي يشبه ستاتي دي تيديون. خرج من لازيل دونك لازم ينحي الكيت هذيك، الكيت هذيك يقدر ينحيها ابتداء انه يقدم دليل انه مسجل في دون ان سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل بالاموال تاعو، ويقول لهم وي جو في ابليكي لو كيت يا با دو سوسي بور سا، مي جو دوموند وقت اضافي لو طون نكمل لا فورماسيون تاعي، جوست نكمل لا فورماسيون تاعي ونروح. هكذا يقول هو، ما يجبدهمش بلي راني خدام. واش يديروا؟ ينحيوا له الكيت، يكونفيرميو له بلي ما عندوش لو دروا، مي راهم تجيب لهم دليل جديد انه راه يقرا وعندو ان كونترا دو فورماسيون بروفيسيونيل، واجب عليهم ينحيولو الكيت حتى يكمل قرايتو، راه دار بدراهمو لا فورماسيون وانتوما لي اوتوريزيتوه، سي با ماشي هو اللي دار بدراهمو سونز اوتوريزاسيون. لو ستاتو دان دوموندور دازيل لوي بيرميتر دو فير اون فورماسيون، حقو الشرعي. اما اذا كان سني 9 شهور وطلبت باه دير فورماسيون ومن بعد دخلت بول امبلوا خلصت لك لا فورماسيون، واش يقولوا لك؟ يقول لك حنا اللي خلصنا لك لا فورماسيون، انت ماك خاسر والو، اليوم درنا لك الكيت روح تروح، يا اخي حنا اللي خسرنا ماشي انت اللي خاسر. مي اذا كان درت لا فورماسيون بدراهمك انت الخاصه في الحاله هذه لازم عليه ينحي لك الكيت حتى تكمل لا فورماسيون. كي ينحي لك الكيت وانت راك اون فورماسيون من جهه واحده اخرى، راهم دخلوك في لو سيستيم، ينطبق عليك لا سيركيلير غاز هذه اللي تقول لك اي عام اي شخص يخدم 24 شهر في بصفه قانونيه وفي نفس الوقت كان على المستوى الارضي تما عاش في المستوى الارضي الفرنسي لمده 3 سنوات، من حقه انه يندمج ونسوي له الوضعيه تاعو قانونيا. دونك نتمنى انكم فهمتوا الهدف من الشهاده، تهربوا تستعملوا ليكزيل كبدايه ولكن تخربشوا فيه، تستعملوا الثغرتين تاع لا فورماسيون مع لوتوريزاسيون ترافاي، تستغلوهم للصالح تاعكم، ومن بعد تتحولوا تهربوا من ستاتيو دو ريفوجي ولا كيما يقولوا دوموندور دازي، تحول الى عامل او الى انسان يسوي الوضعيه تاعو من خلال لا سيركيلار دو فاز هذه اللي تقول بعد 3 سنوات من الوجود على الاراضي الفرنسيه وسنتين عمل من حقه انه يندمج في ويكون عنده لا كارت دو ريزيدون
في هذه الحالة نتمنى أن هذا الفيديو أعطتكم معلومة ولو صغيرة، وشاركوني في التعليقات تاعكم، قولوا لي واش رايكم، وطرحوا لي أسئلة حول الزلازل إذا كان عندكم بعض الأسئلة اللي ما فهمتوهاش من خلال هذا الفيديو. مستعد نعاود نجاوبكم بعد 3 أيام ولا 4 أيام على الأسئلة اللي طرحوهم تحت هذا الفيديو. نتمنى أنكم ما تسألونيش على الجنسية، لأن الفيديو درته خاص للمهاجرين غير الشرعيين اللي ما عندهمش وثائق مسكن، اللي راهم حقيقة يعانيو. وأنا نقول لكم يا خوتي ما تتقلقوش، اصبروا، فرنسا هذه راهي صعيبة في الوثائق، ولكن ما ترميوش الدواسة هكذا، اعرفوا كيف تقدروا تلعبوا في الملفات، ولكن بالعقل وبربي إن شاء الله تفريوها. وإنما كي تقلقوا وتزربوا تما اللي تقدروا تعميوها بالعقل، وحدة وحدة ربي يجيب الخير إن شاء الله. دروك نناول فوق ثاني، ندير لكم كاين بعض الناس يقول كان عندنا بابا جدي هنا راه هنا وراه كبير في العمر، وانا راني حارق وحبيت ندير لي بابي، كيفاه نقدر نسوي وضعية تاع ندير كيفية تسوية الوضعية القانونية بالنسبة للجزائريين غير المقيمين بصفة غير شرعية باستخدام الأب أو الجد المقيم هنا بفرنسا أو الأم أو الآخر. نتمنى أنكم التعليقات تاعكم تهموني، دونك شاركوا، وإذا كان اللي شاف هذه الفيديو أعطت له معلومة نتمنى مني أنه يبارتاجيها في الجروب باه الناس تتعلم طرق التوغل في فرنسا هذه. ونتمنى أني جبت لكم حاجة جديدة اليوم يا خوتي، وتبارك الله فيكم، وأعطيكم الصحة، وابقوا على خير وصحة صحوركم.